بروشا هي أسهم كنعاني قديم عمره أكثر من 7000 سنة. المشروع إحنا كان الأصل هو ورأس المال من وفد دولي لتنمية القدرات. من ضمن المشاريع الاقتصادية التي تقوم فيها مؤسسة وفا مشاريع تمكين الأسر الفلسطينية وتمكين النساء الفلسطينيات، قامت المؤسسة بعمل مشروع بروشا، مشروع مشغل خياطة في منطقة الخليل. كان هذا المشروع بالتشارك مع الجمعيات الخيرية أو الفاعلة في المنطقة. الهدف منها هو تشغيل هاي الجمعيات والمساهمة فيها وجعلها من الجمعيات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك بالشراكة مع رجل اقتصاد فلسطيني. الحمد لله عندنا القدرة إنه ننمي القدرات ونعلمهم الطريقة الصح في الشغل. أنا داري في المشروع بصمم الموديل، بعدين بتدرب الصبايا عليه. احنا تقريبا بنعمل هون في المشغل 20-22 عامل وعامله مع بعضينا ان شاء الله. طبعا هذه المرحله الاولى، تصوراتنا للمستقبل يعني ان شاء الله انه نوصل 100. نطمح في مؤسسة وافا بأن يكون هذا المشروع هو الأول رغم المنافسة الصعبة والشديدة لمشاريع الخياطة في مناطق الضفة الغربية، لكن بجهود الطاقم ومجموعة وافا بشكل عام والرجل الاقتصادي الموجود، نأمل أن تتوسع منطقة تسويق منتجات بروشا وأن تكون من المنتجات المتميزة التي يتم تسويقها في مناطق الضفة الغربية، ونأمل أن يتم كذلك تسويقها عالميا أو خارجيا، ونفتح يعني مجال التسويق الخارجي لها ليكون لديها ريع وإمكانيات للتطوير بشكل أكبر وتوسع المصنع بشكل إن شاء الله متقدم. هناك فرصة كبيرة لهذا المشروع وهو انتشار ووجود وافا في العديد من الدول من دول العالم، وخصوصا في النمسا وأندونيسيا، والتي يوجد طلب على المنتجات الفلسطينية فيها. احنا طموحنا اكثر من السوق المحلي، احنا عندنا سوق المحلي، عندنا سوقنا في داخل فلسطين في 48، وبنطمح ان نصل للسوق العالمي، للسوق الخارجي في التصدير. دخلنا في تحدي ثاني مع 6 دول حوالين البحر الابيض المتوسط، اشتركنا في مسابقه للتراث. فانت لما تفوز على 6 دول شيء مش هين، يعني يصير اسم بروشا ماركه عالميه.